خبرنا اليوم شو الصعوبات اللي واجهتها في حياتك. نبغى نعرف. واجهت كثير صعوبات. هذا الدومين اللي نحن فيه منه سهل. انت مصدر رزقك الرئيسي والاساسي هو الغناء ولا هو الغناء هاي أمين. تيرارا اللي حققت 89 مليون، خبرني عن قصتها. تيرارا قصتها قصه. انا طلعت بفتره كورونا، قبل كورونا طلعت على السعوديه عند بي كان عايش بجده. نعم. وطلعت زياره لعنده على اساس شهر ونازل على لبنان كفي شغلي وكفي حياتي. وطلعت لما طلعت على السعوديه سكروا علينا المطار، فعلقت بالسعوديه سنه. جميل. سنه قاعد بالسعوديه ما عم بعمل شيء. وصلتني الغنيه بالحظ، يعني وصلتني الغنيه من الموزع الموسيقي بعت لي اياها وقال حاب تغنيها بصوتك، حاب اسمعها بصوتك للغنيه. جميل. فقلت حلو نبلش هيك. حلو بلش مسيرتي باول غنيه. جميل. هيك انه شو مش خسران. ايوه كل صراحه. اوكي. انه توقعت تنجح الغنيه بس ما توقعت توصل ل 89 مليون. صار لها 3 سنين عمرها الغنيه، اليوم وين ما بروح حاطينها للغنيه. انا ما توقعت ابدا هذا الشيء. في ختامها اللي نسميها ختامها مسك من لحن واغنيه اخيره من عندك. اي معك. لا تقول من احبك عيب، لا تقول من احبك عيب، مو انت اللي تقول العيب. الله صحيح كذا. وعيونك بعد صغير صغير واستعجل علي الشيب. اي والله بياض بالشعر مو شيب. كلام صح. عيني بياض بالشعاير مشيب، هذا حكمك القاسي. اي والله بياض بالشعاير مشيب، هذا حكمك القاسي اللي كان بيوم اسولف بيه اجاني وشل ضد راسي. ترى ما حد قال لي مظلوم مسكين. الله يعينك. ما حد قال لي مظلوم، لا ناسك ولا ناسي عيني. لا تقول ان احبك عين. والله ما انت تقول العين. صراحه يعني كلها رياض غريزه. اشكرك على هذه المعلومات، اشكرك على هذه الاغنيه، واشكرك على تواجدك، وشكرا على حضورك، وشكرا انك تعنيت لنا وشرفنا من لبنان وشرفتنا في برنامج عيش الفجيرة. طبعا مشكور عمي محمد، مشكور اخوي عمر. حاضرين حاضرين. شرفتك وايد، شرفنا بك يعني صراحه يا حبيب قلبي. خبرني في النهايه عن شعورك اليوم بتواجدك معنا وبخوضك تجربه برنامج عيش الفجيرة. كلم الجمهور. ها انا كثير مبسوط والله العظيم اليوم عن جد، يعني من اوله لاخره في تعب، بس عن جد كل ما نبلش تصوير عم بنسى التعب، عم بنسى كل شيء، لانه عن جد علي انت على راسي والله العظيم من فوق بتعقدوا. لا فنان شرفت فيكم والله. انتم شرف لنا حبيب. شرف. شو تنصح الجمهور اللي يبي يجي لاماره الفجيره؟ شو تقول له؟ بدي انصح الجمهور الفجيره اليوم عن جد غير، يعني انا اليوم تفاجأت، ما كنت عارف هيك ابدا. جاي مع الطبيعة الحلوة، الجبال، البحر، فجيرة. بنصح الكل يجي على فجيرة ويجرب كل شيء جربته اليوم.